أهلا بكم. تشهد شواطئ والضاحية الجنوبية في تونس العاصمة تلوثا كبيرا في المياه بسبب تدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر دون أي معالجة، واحتج سكان المنطقة على هذا التلوث الذي يحرمهم من التنعم بثروتهم المائية، وشكلوا أطول سلسلة بشرية في تاريخ تونس على 5 شواطئ احتجاجا على هذا التلوث. أكبر سلسلة بشرية في تاريخ تونس، تنديدا بتلوث الشواطئ الذي يحرم التونسيين من التنعم بثروتهم المائية. طاهر جوابي يطل على شاطئ جنوبي العاصمة ويتذكر أيام التسعينيات عندما كانت المياه لا تزال نظيفة. أنا جيت لسبب بسيط، أني أنا عمت البحر هذا في التسعينات، كان بحر نظيف وتوا ما نجمش نعوم، وحتى ولدي معناها ما نجمش يعوم، وفسد البحر هذا بسبب واحد، هو انه لوناس الطيش في الماء الملوث في البحر هذا. طاهر واحد من مئات المحتجين الذين يحاولون تسليط الضوء على التلوث. فمريم شرقي تتحسر ايضا على الحال الذي وصلت اليه المياه القريبه من حيها. 3500 شخص ينضمون إلى الاحتجاج على طول 5 شواطئ بامتداد 13 كيلومترا من الساحل الذي يقطنه قرابة 300,000 شخص، استنادا إلى ما يؤكده المنظمون. أنا جيت مع اللي يسكنوا بحرية الكل مع جيريني باش نوري لي أنا موافقة معهم اللي قاعد يصير في البحر ماهوش به، وبرشا البحر مسخ، بابوش ميت، الحوت ميت، عنا ثروة بيئية مانيش مستحفظين عليها، دونك يلزمنا نوريو اللي احنا مانيش فرحانين باللي قاعد يصير. اليوم وقفة هذه الناس اللي فدت اللي عندها 25 سنة تعاني اللي البحر بحذاها وتتنقل 60 كيلومتر باش تمشي تعوم، لأنه البحر النعمة من عند ربي ولانا نحن في الضاحية الجنوبية نقمة. ليش؟ لأنه ما نعوموش. الروايح اللي موجودة من الناس، حتى الحوت العباد ما يشبس غلطته، معناتها شنو تحبني أقول لك؟ العباد هذه عندها حق، وعندها حق أكثر من هيك باش تتحرك. تحرك شعبي لوقف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر. استياء من وضع بيئي متدهور يجدد المخاوف من انعكاساته. التونسيون يقرعون ناقوس الخطر. ومعنا عبر خدمة سكايب من تونس العاصمة إيناس لبيض، مسؤولة العدالة البيئية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أهلا بك معنا. ما مدى حجم وخطورة هذا التلوث البحري في ضواحي تونس الجنوبية؟ مرحبا بكم. هو بالفعل كما كان يبين فيه التقرير اللي عديتوه، التلوث هذا والذي يستمر منذ أكثر من يقارب 30 سنة هو تلوث مركب حقيقة، نتيجة تلوث بالمياه المنزلية المستعملة والتي تسكب مباشرة في البحر، زد على ذلك المياه الصناعية لمجموعة من الوحدات الصناعية التي بدورها تسكب مياهها أيضا في البحر مرورا بوادي مليان. بالطبع التلوث هذا يؤثر على جودة مياه البحر، مما يجعل أن الشواطئ والبحر في الضاحية الجنوبية أصبح غير آهل للسباحة تماما، ولو شيء هذا يأكدوه حتى المتساكنين اللي للأسف لم يعد بإمكانهم الارتياد الشواطئ من أجل السباحة، وكما كان يحكي السيد في التقرير أصبحوا مضطرين إلى الذهاب إلى كيلومترات وكيلومترات من أجل الاصطياف والتمتع بالبحر. كذلك المنظومة الإيكولوجية البحرية وبالرجوع إلى نتائج تحليل مياه البحر أثبتت أن كميات كبيرة من الميكروبات موجودة في المياه، مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بالإضافة إلى سلاحف وكائنات بحرية مختلفة، وكذلك أيضا أثرت على النشاط الاقتصادي في علاقة بالنشاط خاصة الصيادة. الشيء هذا نحن في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حكينا فيه حتى مع بحارة من الجهة اللي أكدونا أن أصناف الأسماك تراجعت، بالإضافة اللي حتى الأقبال على الأسماك نعم.
المشتريين يعني هناك اتهامات بالتقصير والإهمال من قبل الجهات المعنية، وهناك أيضا تم تقديم شكاوى ضد الديوان الوطني للتطهير. كيف يتم تحديد المسؤوليات هنا؟ هو فعلا هو كما كنت نحكي لك تلوث مركب، ولكن المسؤول الأساسي فيه هو الديوان الوطني للتطهير. الديوان الوطني للتطهير اللي المحطات معالجة المياه عنده منذ سنوات معطبة، ولكنه لم يقم بالأشغال اللازمة من أجل تأهيتها وإعادة إصلاحها. الديوان الوطني للتطهير يسانده كذلك بصمتها وتواطؤها مجموعة من المؤسسات على رأسها الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية بيئة الشريط الساحلي، الذين للأسف لم يقوموا بمسؤولياتهم من أجل إنقاذ البحر وإيقاف هذا النزيف اللي كما كنت أحكي لك استمر منذ سنوات. ونحن لهنا ندعو ودعينا حتى في بيان تنديدي أصدرناه في قسم العدالة البيئية إلى أن كل شخص وكل هيئة وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته، لأنه مش معقول اليوم اللي مؤسسات دولة موكول لها حماية البيئة والتصدي للتلوث أنها تكون المسؤول الأول عن التلوث، على عكس معناها دور المنط إليه. طيب، بالعودة إلى التظاهرة التي نظمت يوم الأحد الماضي، برأيك هل ستلقى هذه التظاهرة آذان صاغية واهتمام؟ هي مبدئيا ولو إعلاميا يعني لقت صدى كبير، أكثر من 3500 شخص على طول 15 كيلومتر في أطول سلسلة بشرية في تونس، يظهر لي حتى يعني من الجانب التواصلي نجحت نجاح كبير وكانت عندها تغطية إعلامية وطنية وحتى عالمية. ثانيا الاهالي لما لم يقفوا عند هذا الحد ولكنهم توجهوا مراسلات رسميه كما كنت احكي لك لمؤسسات الدوله من اجل التنديد بهذا، كذلك عندهم اليوم حزام قانوني ونحن ندعمهم في ذلك متكون من محامين وقضاة، بالاضافه الى ملف علمي يحتوي على طبع تحليل المياه البحر، وباش يتوجهوا للقضاء من اجل رفع دعوه وقضيه يعني في الديوان الوطني للتطهير وكل من تثبت إدانته في هذا الملف. السيدة إيناس الأبيض، مسؤولة العدالة البيئية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شكرا.